يحار المرء من أين يبدأ حين يصبر أغوار شخصية أمنية وسياسية واجتماعية عملت في جهاز المخابرات العامة ردحا من الزمن بقوة وأمانة واقتدار. ورغم ما تتمتع به شخصيته من قوة وصرامة، إلا أنه يتسم بالبساطة والوضوح والتمسك بالمبادئ والقيم والتراث، فلم تكن المؤثرات والضغوط عائقا أمامه لقول الحق والإنصاف، وأمام ما يتحلى به من حزم في التعاطي مع القضايا المختلفة، فهو مسكون بعاطفة جياشة تستفزها المواقف المحزنة. إنه سميح باشا بينو. أنا من مواليد صويلح في نيسان 44، حتى والدي كمان مواليد صويلح، جدي إجا من جمهورية الشيشان، فإحنا حقيقة أوائل الناس اللي بنوا مدينة صويلح، وكانت قرية صويلح. خرجوا من الزرقاء إلى صويلح في 1904 أو 5 بالعام في القرن الماضي، واستقروا بصويلح لأنها تشبه المناطق اللي خرجنا منها في الشيشان، يعني مناطق كثير جغرافية، وكانت صويلح فيها غابات وجبال، وكما بتعرفوا انه فيها ثلوج كمان دائما، فهي منطقة كانت قريبة جدا من خلينا نقول الظروف اللي كانت لأهلنا في أجدادنا. دخلنا المدرسة الابتدائية زي كل الناس، في يعني عمري كان 6 سنين، كنت من أصغر طلاب الصف في كل مراحل الدراسة. من 44 إلى 50 دخلت المدرسة، ل59 خلصت المرحلة الإعدادية بالصويلح. هو صاحب الخبرة في القانون الذي سلك طريقه منذ تخرجه من كلية الحقوق بدمشق عام 1966، والتي قادته ليحتل مواقع متقدمة في دائرة المخابرات العامة، مدفوعا بحب الوطن والغيرة عليه، فدخلها في ظروف غاية في الصعوبة، ثم تدرج في منصبها القيادية حتى آخر يوم. كان في عمان كلية الحسين ورغدان، فيش مدارس أخرى، فأول سنة برغدان، بعدين الشعب وإشي أدبي وعلمي، أنا انتقلت في الثاني ثانوي والتوجيهي إلى كلية الحسين، وتخرجنا من كلية الحسين في 62 بيكون أول توجيه في الأردن، وكان معنا من رجالات الوطن أمثال دكتور بسام الساكت، معالي سليمان حافظ، معالي محي الدين توق، وأعداد كبيرة، مثلا عصام زواوي من النشطاء، في أعداد كبيرة كانت، لأنه كانت تضم شعب عديدة في رغدان وكلية الحسين. بعد جهد استمر قرابة 28 عاما حتى تم تبليغه المفاجئ من مدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي عبر الهاتف بتوليه حقيبة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، فكان أول قرار وقع عليه هو إحالة نفسه على التقاعد من جهاز المخابرات عام 1998. بصراحة كنت أنا وابن عمتي المرحوم عادل أبو رمان نسكن مع بعض، هو كان سنة ثالثة وأنا أولى، يعني هو تخرج قبلي بسنتين، فهو دخل المخابرات وإحنا وياه أصدقاء، فكنت أروح وآجي معه. هو كان في المدارس من الأوائل، فكان يدرس يعني أقل مني كثير ويجتاز السنة، أنا كنت أعمل يعني جهد مضاعف مشان أنا كمان أنتهي. فلما أجيت على الأردن أنا فكرت أدخل المخابرات، يعني متأثرا بصديقي، وقابلت المرحوم أبو رسول فريق محمد رسول كيلاني إني عندي رغبة، فمرة هو ملتقي مع عمي المرحوم سعيد بينو، وعمي سعيد قال والله احنا حابين نوديه يدرس في أمريكا، فناداني أبو رسول قال واحد بصح له أهله يدرسوا في أمريكا وجاي تدرس المخابرات، فبطلت عن الموضوع. فبين ما أرتب الأمور قررت أني أتدرب المحاماة نظامي وشرعي، نظامي وشرعي يعني الشرعي مش كثير أني هذا، لكن بعدين بقدر أخذ الاختصاصين أو مع بعض، فوافق أو أصريت أني أخذ نظامي وشرعي. جيت من 67 إلى 69 صرت أستاذ، بعد سنة بتصير نظامي، وبعد سنتين بعد سنتين نظامي، وبعد سنة شرعي. وجدت الأحداث المؤسفة اللي في الأردن اللي من 69 ل 70
المحاكم صارت تتعطل من الأحداث المؤسفة في سنة 70. إذا بدنا نطلب شاهد أو قضية ما بتمشي لأنه كل واحد بيقول لك التحق بالمقاومة وبالفدائيين وشي، وكل ما ننزل على المحكمة نحضر جلسة تصير شوية إطلاق رصاص ومنيجي من البلد للعبد اللي ركض مشي ركض. يعني كانت يعني ما استثمرت المدة هاي بعلم قانوني للظروف اللي محيطة في الأردن. في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، عندما كان طفلاً غضاً لعائلة شيشانية تعيش في منطقة صويلح يحمل في جعبته أسراراً من هذا الزمن، فكان حين ينظر من شرفة منزله الواقعة بمنطقة تعرف بعرقوب صويلح إلى مسقط رأسه يتآسى على ماض جميل فقده وهو يلهو طفلا في بساتين وحدائق صويلح اليانعة، عندما تحولت عبر الزمن لكتل خرسانية أفقدت قريته جماليتها ورونقها. بعد ما دخلت المخابرات أول 3-4 سنوات جمعنا أسلحة من عمان العاصمة ومن بعض المخيمات، يعني غير معقولة، يعني الأسلحة لازم تكون على الحدود مع إسرائيل إذا موجودة، أما تكون موجودة في جبالنا هون وهون في بيوتنا في حتى المتفجرات اللي ممكن يعملوا يعني خلينا نقول انفجارات، يعني كانوا بدون خبرة بالتفجيرات يستعملوا المتفجرات والقنابل. وقعدنا أول 3 سنوات وإحنا نجمع أسلحة، وأنا كنت من الأوائل اللي كانوا يطلع بهاي المهمات، ويعني لا يصدق العقل إنه الكميات اللي جمعناها من البيوت خلينا نقول من بعض المحلات اللي كانوا يعتبروها مكاتب لهم، فصار عندي يعني بطلت أخاف الصحيح. فمع الأيام قرروا إنه أنا أستلم ديسك الإرهاب أو أبو نضال اللي هو كان يعني حقيقة إرهابي على إخواننا سفراء الفلسطينيين والأردنيين وبقتلهم وشي، وكمان قبليها وديع حداد لما خطف الطائرات، لأنه أنا كنت كمان في الديسك اللي مسؤول عن جبهة الشعبية، فالله جابني دائما في المناطق الحامية أو يعني بحاجة ليكون واحد عنده جلد، وما كان ما كنا ننام حقيقة، كنا نعطي كل وقتنا مش للعائلة ولا للأسرة ولا شيء، للأجهزة الأمنية بما بالذات المخابرات. وأنا للآن بعتز أني كنت في المخابرات وفي نفس الوقت كنت أخاف الله ولا أسيء لأي واحد. يعني قبل يومين بيقول لي واحد المرحوم حمدي مطر تبع الجبهة الشعبية بنته عاملة كتاب بتتمنى أنه واحد يجيب لي الكتاب، فدلالة على أنه كنت أبني علاقات مع أهل الموقوف سياسيا، لأنه هو لا أعتبره خصمي، هو بيجتهد بطريقته. ممكن يعني أنا لا أقول كل واحد اشتغل لقضية فلسطين يعني يكون مختلف معي في الأردن، لا، أنا شيشاني من أصول شيشانية، لما صارت قضية شيشان وروسيا كنت أحب يعني كان مشاعري للشيشان. فالأخوان الفلسطينيين إذا حبوا فلسطين هذا لا يعني أنهم يتناقضوا مع محبتهم للأردن، وهذه الرسالة كنت أوصلها في كل قعدة خاصة بعدين، أقول أنه يا أخي لا يتعارض حبه لقضية فلسطين مع يعني انتمائه للأردن أو مواطنته. هذا الحكي بعض الناس ما بيفهموه، وبأكد على أنه الفلسطيني لازم يكون يحب فلسطين وبعدين يحب الأردن لأنه عايش في الأردن، وأنا كمان أنا أردني وعايش في الأردن وأضحي مشان الأردن. الباشا سميح يعني من لما رجع لمهنة المحاماة بتعرف خلفيته كانت خلفية عسكرية، فدائما ما برضى الخطأ وما برضى الظلم، فباستمرار بس يعني يحس في عنا أي قضية فيها ظلم فيها شوي
بديش أسميها إساءة استخدام السلطة، بس هو كثير بيهتم بهاي المواضيع وما كان يتوانى أبداً إنه يحاول حتى على المستوى الشخصي يرفع التليفون يتصل بالشخص إذا كان بيقدر إنه يحل الموضوع، ودي يتصل يشوف ليش صار هذا الخلل، خاصة إذا كان بمس أي جهاز من أجهزة الدولة. يعني كان بالنسبة له دائماً بيهتم وما زال بيهتم بالأداء، أداء الدولة، أداء أجهزة الدولة، أداء الحكومة. الباشا يعني نحكي كمهنة المحاماة، أنت بتعرف يعني خلال الفترة اللي انقطع عن مهنة المحاماة هو صار يعني خلص الحقوق، أصبح حقوقي، سجل بالنقابة، بعدين صار غير مزاور خلال فترة انخراطه بجهاز المخابرات، بعدين لما خلص رجع. فهاي الفترة شوي أبعدته عن المحاكم، فالباشا ما بنزل على المحاكم يعني أنه بترافع أمام القضاء والقضاء. فبس وجوده بالمكتب دائما كان هو عبارة عن يعني مرجعنا، إنه في عنا هاي القرارات، في عنا هاي القضية، كتير بهتم وبنبسط إنه لما نرجع له شو المراجع اللي إحنا رجعنا لها عشان نكتب هاي المرافعات في هاي القضايا. بحب يتابع أول بأول، قارئ ممتاز، بحب القراءة دائما، بحب يطلع على أول بأول شو بنزل القرارات بنزوده فيها، شو بنزل أحكام عن محكمة التمييز دائما كان يطلبها منا أول بأول عشان يغذي معرفته بهاي النواحي. حقيقة كنت أخاف أنه أغتال، فأنا بيتي في كمالية، في يعني شوية بعيدة عن الشارع، كلها شجر وما في إضاءة شيء. كنت أنا أروح يعني أمشي بسرعة فوق 100 في شارع ضيق، خوف إنه واحد يكون يتربص فيه ويقتلني. اللي عانت أكثر زوجتي حقيقة، لأنه كل ليلة إذا باب يتحرك، إذا واحد مرق من كذا يقول أكيد جايين يعني المهمة. مرات في ناس في الكراج تحت البيت، في مرة أجت دراجة وفتت في الحوش وراحت. هلا أنا ثاني يوم بدي أخذ أولادي على المدرسة، مش عارف إني هلا أركب السيارة اللي ممكن يكون حاط متفجرة، وظليتني بعيد. لا طلعت أولادي بسيارة تانية مع دار أخوي وإشي، ظليت حتى جبنا ناس وفتشنا كويس ما لقينا، يعني ما كان عنده وقت يحط متفجرات. بس نفسيا كنت خاف إنه يكون مستهدف ببعض الشغلات، لأنه جماعة المنشقين من فتح كانوا عاملين كيسنج لبيتي، والمشكلة اللي كان يعني لجأوا إله هو اللي مدد التمديدات الصحية في البيت، يعني من عناصرهم. فكان حتى أجل لكم الله الجرو اللي في البيت كان يعرفوا اسمه، يعني كانوا. هذا اللي خلاهم طارق باشا علاء الدين طلب مني أن أترك بيتي اللي إلي ملك، وسكنت في الضاحية، ضاحية الأمير راشد، على أساس منطقة عسكرية كمستأجر. معالي سميح بينو، على صعيد العمل أنا كنت عضو في مجلس النواب عندما كان هو رئيساً لهيئة مكافحة الفساد، وكما تذكرون الربيع العربي وملفات الفساد التي طرحت على مجلس النواب في تلك الأيام، فكان معالي سميح بينو كان هو رئيس الهيئة آنذاك، وكان كثير من النواب يتقربون لي بسبب علاقة القربة بيني وبينه. كانوا كل ما نتحدث عن ملف معين أو أردنا معلومات معينة كان النواب يلجؤون لي أنه نحن نريد هذه المعلومات إذا تستطيع أن تحصلها من هيئة مكافحة الفساد، ولكنني فقدت هذه القيمة عندما اكتشفنا أنه أي نائب بإمكانه الذهاب إلى هيئة مكافحة الفساد والحصول على هذه المعلومات، وليس هناك أي معاملة
خاصة لي لأني ابن أخت معالي سميح بينو رئيس الهيئة. والحقيقة لا أتحدث عن سميح بينو، فأعتقد أنه هو عمله تحدث عنه في كل المناصب التي تبوأها، سواء في حياته العسكرية أو في حياته السياسية عندما كان وزيرا أو عينا أو نائبا أو رئيسا لهيئة مكافحة الفساد. الوطن وأمنه كان هاجسه الأكبر، وهو ما دفعه للتفكير بدخول جهاز المخابرات العامة أنذاك. لكن مدير المخابرات الأسبق المرحوم محمد رسول الكيلاني لم ينصحه بذلك، لأنه أراد له إكمال تعليمه في الخارج وفقا لرغبة والده، فصرف النظر عن الفكرة. وبعد فترة وجيزة رأى أن من الواجب دخول الجهاز وخدمة الوطن لمواجهة التحديات، وخاصة ما بعد أحداث أيلول الأسود. لم يكن بينو من هواة عالم السياسة، لكنه دخلها صدفة وسلك مسلكها بين وزير ونائب وعين، ثم رئيسا للهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، فتعلم منها الكثير وتحفظ على الكثير. وأما منصبه الأخير فقد شكل له حزناً، لأنه خسر الكثير من الأصدقاء، فهو لم يرد أن يخيب رجاء الناس في المضي بمحاربة الفساد مهما كانت النتائج. أنا كنت أعتقد ووجدت حالي على صواب لما طلت مع المخابرات، لأنه المخابرات لهم هيبة على الفاسدين. ولما أنا أتصل مع وزير أو مدير مؤسسة وأقول له إياها بشكل لطيف إنه يقال إنه في إنك توجه لعطاء كذا لأصحابك لمعارفك مقابل كذا، هو ببطل يعني ما بيمشي في الفساد. هذا الحكي كان يمنع 90% من الفساد. هلا انت لازم تحول على مدعي عام على محكمه لحتى المحكمه تعطي النتائج. فكنا كثير كثير يعني حسينا انه اثرت في المجتمع الاردني مكافحه الفساد. ومنها حقيقه قرروا، يمكن مع التجربه وشيء، قرروا اني اصير وزير دوله لشؤون رئاسه الوزراء في تلك الفتره. الباشا كإنسان على المستوى الشخصي، يعني إذا أنا بدي أمدحه هذا بكون يمكن شهادتي مطعونة، بس هو ما شاء الله عليه يعني كإنسان كان في مواقف خلال هاي الفترة اللي أنا يعني زاملته فيها وكنت قريب جدا منه فيها، لاحظت ما مدى إنسانيته. لما هو كان كعسكري كانت الناس تأخذ عنه الفكرة أنه هذا شخص عسكري شوي انخرط بالحياة العسكرية، وبالتالي فرضت عليه بعض القيود على إنسانيته، ولكن هذا الحكي حقيقة مش موجود. يعني على المستوى الشخصي دائما مكتبه مفتوح للكل، وأنا هذا الحكي يعني بشهده شبه يومي. كل يوم صبح بس أجي على المكتب، باشا شو اليوم، كيف الأمور، كيف الأخبار، بقول لي ها تعال شوف هاي القائمة، اليوم بدي أتوسط لكذا وكذا 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 وكذا. معظم يعني فترة الصباح اللي بكون متواجد فيها بالمكتب بتكون عبارة عن خدمة، فعلا هي خدمة علم يعني زي ما بيقولوا، قد ما الناس بتلجأ له لأنه هو بحسوا أنه في منه الملاذ الأخير لهم أو الأمل أنه يحل لهم مشاكلهم. له مواقف مشرفة، وهو يطارد المجرمين الذين أرادوا النيل من أمن الوطن وزعزعة استقراره، فلم يتوانى عن إلقاء القبض على إرهابيين يحملون القنابل بأيديهم. ولم تخبو عزائمه حين كان يجمع السلاح المدفون بمختلف أنواعه، فحكايته المثيرة مع الملفات الدقيقة تعامل معها بمنتهى الوطنية والمسؤولية. الأسلحة المتوسطة والصغيرة والقنابل هاي كانت متوفرة بشكل فظيع. زي ما حكينا بداية كان لكل تنظيم دولة مساندة، فهي الأسلحة كانت تيجي
عبر الحدود، حدود ما كان يعني عليه ضبط أسلحة، حدث ولا حرج. فأخطأنا حتى إحنا اللي عم نجمع الأسلحة، ما كان عندنا الحرص الكافي في التعامل مع الأسلحة لخبرتنا المحدودة حتى للمخابرات. وسلاح الهندسة كانوا إلهم عمل في الشوارع، بدهم الأسلحة اللي موجودة في المحلات الأخرى إلهم دور. فكنا نتعامل بشكل حقيقة. هلا بخاف على اللي كنت أعمل، كنت أحمل في السيارة 50 إلى 100 قنبلة وكلهن هبيانات ومصديات، وتكون بالكرسي الوراني وفولكس فاجن، مرة بتروح على اليمين مرة على الشمال، وكل شوي بقول يمكن هلا تنفجر. هذا الحكي هلا الحمد لله في خبراء لهيك قضايا وما في مشكلة. أنا يعني مثلا من القضايا خلينا نقول الإرهاب، الجيش الأحمر الياباني إجوا على الأردن وكانوا 2 اعتقلناهم لأنه كانوا في تلك الفترة مشهورين، كانوا العلاقة مع جورج حبش والجبهة الشعبية ومع خطف الطائرات وشي. فأنا والمرحوم أنمار الحمود حققنا مع واحد منهم، وأول مرة بيقولوا واحد من الجيش الأحمر عنصر بيحكي شو ساوى، وكنا مبسوطين سعداء أنه اعترف اعترافات. ثاني يوم تفاجأنا ولا هو معلق حاله بجرباته وشنق حاله. فأنا بقول لمسؤولي أنه هيك بقول له أحكي لك شو ساوى، قال لي خليني أحكي لك. بالآخر قال لي زلمة انتحر. فكان يعني حتى السفارة اليابانية وكلهم استغربوا أنه كيف أعطى اعترافات عن الجيش الأحمر الياباني، لأنه كانوا موجودين في المنطقة. مثلا بعض القضايا الأخرى، كل ما يصير محاولة اغتيال سفيرنا مثلا في الهند جلالة سيدنا الله يرحمه، طائرة خاصة ودانا أنا وثلاث دكاترة من المدينة الطبية، هم أطباء وأنا الوحيد اللي من المخابرات، رحنا نجيب محمد علي الشركسي محمد علي وردم، المهم سفيرنا في الهند، فكان متصاب 5 طلقات في جسده. ولما رحنا كان موجود في مستشفى يعني شعبي جدا جدا، زوجة السفير بتقول لي لا تحط ايدك على الجدران ممكن يعني من الوسخ ممكن تتأذى. فنقلنا السفير بالطائرة الخاصة، كان المرحوم الملك حسين والأمير حسن في مطار ماركا بيستنوا فينا مشان يسألوا عن صحة السفير. بعد ما سألوا وضعه الصحي سيدنا قال لي شو كيف الإجراءات الهندية؟ قلت والله يا سيدي مغفر المهاجرين أحسن منهم. سيدي الأمير حسن لسه بيظلوا يقول لي بالله وين أحسن، المهاجرين ولا السلطات الهندية؟ ما عندهم خبرة يعني، مسلمينها للبوليس. فمليح اللي جبنا سفيرنا هون، لأنه لو ما جبنا هون كان حقيقة وضعه حرج. كمان رحت على تركيا، كانوا معتقلين 24 طالب شيء أردني بحجة أنه إلهم ضرع في محاولة اغتيال سفيرنا غاد، ومعذبينهم كثير. فأنا رحت قلت لأركان السفارة أنتوا قولوا أنا جاي من الخارجية، لا تقولوا أنا مخابرات. فكنت أسألهم سؤال واحد، أقول له أنت تحب ترجع؟ أنا من الخارجية جاي أرجع كل البلد. اللي بقول لي إحنا بدنا نرجع، أقول لهم هذا روحوه، هذا ما له علاقة. من الـ24 2 فقط اللي قالوا لا بدناش نرجع بدنا ندرس. قلت لهم هذول 2 أبو نضال، حققوا معهم بتلاقوا منهم خبر يعني. ففي قضايا حقيقة كثيرة، أنا ما بحب أحكي في قضايا المخابرات، لكن أقول كنا وإحنا وزملائي يعني بقول كنا ما في ساعة 2 وواحدة بالليل في حياتي ما أخذت إجازة في أثناء عملي في المخابرات. حتى لما تزوجت، أنا بعد سنة تزوجت، ليلة من الليالي وأنا في دار تحقيق بقول أروح ساعة 11-12 بالليل، دولت أحمد عبيدات بقول شو مالك مستعجل،
يعني ساعة واحدة بالليل، وأنا ما صار لي أسبوع متزوج، فكان الكل يشتغل من قلبه رب الصحيح. معرفتي بسميح باشا بينو تعود إلى أيام الدراسة في عمان في كلية الحسين، حيث كنا زملاء في المدرسة. أنا اهتماماتي كانت في الرياضة قوية في ذلك الوقت، وهو كان له اهتمامات أخرى. بعد يعني ما تخرجنا من المدرسة تفرقت بنا السبل، وكل واحد مشى في طريق تقريبا مختلف. أنا مشيت في العالم الأكاديمي وخرجت إلى الخارج للدراسة، وهو دخل في جهاز المخابرات العامة كما ذكرت. بعد عودتي من البعثة في الولايات المتحدة، كان الأخ أبو ماهر يعني قد ارتقى في المواقع الأمنية بشكل كبير، وهذا يدل على مهنيته واحترافيته، ويدل أيضا على الثقة التي وضعت فيه من قبل المسؤولين الأمنيين في الدولة في ذلك الوقت. أكثر مرحلة يعني ما حسيت كان عندي عطاء هي مرحلة مجلس النواب. لست نادما لأني أنا اخترت أنزل للمجلس النواب، لكن لم أجد البيئة الصالحة من مجموعة من الكتلة معينة إشي اللي أعبر فيه عن حبي للوطن بالممارسة الدور التشريعي والرقابي كما أتمنى. فتعرف الظروف قرروا أنه يحل مجلس النواب، وكنت سعيدا في ذلك، وكنت أسعد بعدين وأنا في كنا إحنا في النواب تم الاتفاق على رحلة إلى الصين الشعبية وأنا في مجلس النواب، فكنا أنا ومعالي ممدوح العبادي معنا واحد ثالث. المهم ساعة 2 بالليل معالي بقول لي بالليل هناك هون بكون العصر، وأنه بقول لي ما أنت صرت في الأعيان. قلت له ما حدا حكاني، قال لي ما حكوك بس أنت في الأعيان. قلت والله ما معي خبر. سعدت جدا لما عرفت انه من مجلس النواب في تلك الخامس عشر فقط 3 اللي تم يعني تحويلهم او تم نقلهم الى كادر مجلس الاعيان، اللي هو دولة عبد الرؤوف الروابده ومعالي ابو سهل عبد الهادي المجالي وانا. قلت هذا هو حقيقة تكريم الي في هالحالة. في عهد سميح بينو الحقيقة وضعت استراتيجية الهيئة الثانية، وتميزت بشموليتها وتغطيتها للعديد من الجوانب، ولكن أيضا تميزت بأن الهيئة في عهده انفتحت على مؤسسات المجتمع المدني، وانفتحت على القطاعات المختلفة التي تعمل في مجال الرقابة على المال العام. وبالتالي جاءت الاستراتيجية في عهده استراتيجية شاملة وغطت يعني أهم الجوانب الرئيسية في مجال مكافحة الفساد. للجانب الاجتماعي حظ كبير لدى أبو ماهر، فهو رئيس جمعية الصداقة الأردنية الشيشانية التي دعا لتأسيسها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، كما يعتبر حلقة الوصل بين أقاربه ومعارفه، فهو من يدعو لعيادة المريض والمشاركة بحفل زفاف آخر، كما وأن لعائلته الصغيرة نصيب من العاطفة الكبيرة التي يحملها بين أضلعه في قلبه الكبير. بحب في والدي الشخصية القوية مع العاطفة، يعني صعب الواحد
يجتمعوا هاي الشخصية القوية مع هذا القلب الحنون كتير، ويمكن لاحظتوا قديش هو حنون وعاطفي ومتعلق بعيلته بإخوانه بأهله، فهذا الإشي كتير بحبه فيه، وهو كان يحفزنا ويدفشنا زي ما بيحكوا إنه يدفعنا يعني للأمام، اعملوا سووا لا تخافوا مدام أنتوا مو غلط، لا تخافوا لا من إشي. أنا متزوج وعندي 3 بنات وولد، الكبيرة بنت ثم ماهر ثم مها ثم مي، وعندي 8 أحفاد الحمد لله هم هلا يعني غطوا الجانب. لما صرنا أنا والختيارة لحالنا في البيت كل يوم أو الثاني بيجونا الأحفاد وبيعملونا جو. فالجانب الإنساني عندي كثير مهم. أنا أخ من 5 إخوة وأخت، أنا الأوسط، أنا حلقة الوصل بين الجميع. إذا ابن أخوي واحد مرض بقول للكل إنه ابن أخوكم مرض ديروا بالكم، فلان سافر ديروا بالكم، فدائما حلقة الوصل. فأنا بالنسبة إلي يعني عاطفي جدا، وأنا يمكن والدتي توفت بعد أمراض وإشي في سن مبكر. ف خلاص بدي شكي والدي ما حضر زفافي بحكم العادات الشيشانية، الأب والأخ والأولاد العم ما بيحضروا عنا زواج البنت، بس البنات، وبتكون ترافقهم 6 كبيرة للعرس عشان تشوف تحافظ على البنات وهذا. بس أبوي ما حضر عرسي. أكثر إشي أثر فيي إنه ما كان موجود، بس أنا بتفهم العادات الشيشانية إنه الأب ما بيكون موجود. وأكثر إشي أثر فيي وأنا وطالعة من البيت لمحت أبوي على البرندة واقف بتطلع علي من بعيد، بس هو فكرني ما شفته، بس هو كان عم بتطلع علي ودموعه عم تنزل، وكتير تأثرت بهاي الشغلة. بس أنا بتفهم العادات الشيشانية طبعاً، عدم وجود الأب فيها يعني بالزفاف. الوالد طبعاً معروف بشخصيته القوية الشجاع المقدام خارج البيت، بس هو بالبيت عكس تماماً، هو كتير عاطفي، كتير بيهتم فينا وبيسأل عنا كتير. أنا البنت الوسطى، أنا وخواتي وأخوي متجوزين كلنا، إذا حدا من أولادنا مرض صار إشي هو أول واحد بيحكي معانا بيسأل عنهم. كتير هو حنون وعاطفي كتير. بتذكر أيام الدراسة لما كنا نقدم التوجيه وندرس، بامتحاناتنا دايماً هو اللي بيجيب لنا كاسة العصير، إيش ما بدنا هو اللي بيجي وبسأل وكيف الدراسة وإن شاء الله تمام كل شيء. حتى بس نخلص الامتحان أول ما نوصل على البيت تلفون من الشغل بيحكي معانا كيف قدمتوا، يعني كتير بيهتم كان بدراستنا وبامتحاناتنا وشو عم نعمل. عدا عن هيك بكل المناسبات موجود، بأعياد ميلاد أولادنا موجود، ما بخلي إشي يمر عليه، لو قد ما كان مشغول لازم يجي ويشاركنا باحتفالاتنا وأعيادنا.
خالي سميح بينو ليس كما يظنه الكثيرون هذه الشخصية الجبارة في البيت، لا بالعكس، أنا أعتقد أنه سميح بينو أحيانا أعتقد أنه قلبه كقلب طفل، بحيث أنه كل أبناء العائلة حتى الأطفال الصغار منهم مثلا على سبيل المثال بيكون ابن أخوي وابني أولاد صغار ما زالوا بيحكوا إحنا حكينا مع خاله سميح وحكالنا هيك واعملوا هيك ولازم تكونوا هيك، فهم بيقعدوا معاه يعني بأريحية. وسميح بينه أبدا مش شخصية داخل الأسرة، أبدا مش الشخصية اللي بيعتبروها الناس، في ناس من اسم سميح بينه بيخافوا، ولكن لا عندنا بالعائلة بالعكس هو بيهتم بكل شؤون العائلة. وكان في علاقة صداقة بينه وبين والدي الله يرحمه، كانوا زي ما بيقولوا لا يتفقان ولا يفترقان، فكانت هذه العلاقة اللي بينهم بعد ما توفى. فأنا بعتبر سميح بينه هو والدي الحقيقة، لأنه بيهتم بكل شؤون الأسرة والعشيرة بشكل عام بيهتم بشؤونها، فما في فرح ما بيشارك فيه، ما في حزن لا سمح الله ما بيكون أول المشاركين فيه. فأعتقد أنه لازم تعرفوا سميح بينه زي ما إحنا بنعرفه عشان تحبوه زي ما إحنا بنحبه. سميح بينه من وأنا طفل صغير حتى أيام الدراسة كان يناديني ويقعد معي يقول لي يا خالي بدك تعمل كذا بدك تعمل كذا، لازم تهتم بشؤون دراستك. وحقيقة بأيام أنا ما كنت شاطر كثير بالمدرسة، بس أيام التوجيه وقبل الامتحانات ناداني عنده وقال لي يا خالي هيك هيك بدنا اياك هيك ترفع راسنا، وحسسني بأهمية، حسيت حالي أهم شخص في الكون بالنسبة لسميح بينه. وهو حقيقة هذا شجعني أني أدرس وأهتم بدراستي أكثر، والحمد لله ربنا وفقنا في هذا الموضوع. سميح بينه أنا شخصيا هو من أعز الناس على قلبي حاليا إن لم يكن أعزهم على الإطلاق. سميح بينه ما بتشوفوه مثلا، أنا ساكن جنبه وإحنا جيران، ما بتشوفوه مثلا هو لابس الأواعي الشغل وبيشتغل بالحوش قاعد وبسقي الزريعة بشيل بعيد عنكم الزبالة من الحارة بشيلها، بيهتم بكل إشي، بيهتم بجيرانه بيهتم بالجميع. وبعد ما خلص حياته بالحكومة بالمواقع اللي تبوأها وما زال هو حاليا طبعا يمارس مهنة المحاماة، ولكن مثلا قديش بيهتم بالزراعة، قديش بيهتم بالأشياء البسيطة اللي قد ما نلاحظها. سميح بينه ممكن بزعل جدا إذا شاف على سبيل المثال إذا واحد رمى قاذورات من السيارة أو وسخ الشارع، يعني لدرجة مرة خلاني ألحق واحد ونطول الكيس ونرد نرجع له إياه بالسيارة. فمرات ممكن بعصب ورد فعله بيكون عصبي، بس على الصعيد الشخصي لا هو شخص محبوب جدا، وأنا سعيد وأفتخر أنه خالي، وزي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا خالي فليريني امرأ خاله. حقيقة رضا الوالدين أعتبره هو يعني العامل اللي خلاني أحس بأني موفق في حياتي. أنا كنت رضا والدين، أنا الأوسط في العائلة، لكن لأني ضابط والخدمات الطبية ومستشفيات يعني دائما كانت الأمور الصحية بالذات على كاهلي أنا، فكنت أقرب إلهم للأب والأم. ففي نفس الوقت يعني مع الأسرة أنا الابن ماهر يعني لا أعطيه من المشاعر كما يعطوا الآخرين، لأنه العادات الشيشانية بتقول دائما الرجل أو الشاب لازم يكون يعني تفو إشي، فبعطي العاطفة للبنات لبناتي. وماهر حتى لو سافر للدراسة أو رجع من الدراسة
لا بسلم عليه ولا بسلم عليه. هاي من العادات الشيشانية. وفي نفس الوقت إذا شفت في التلفزيون شيء مؤثر يمكن دموعي تنزل بدون ما بدون رغبتي. زوجتي من أصول قوقازية وهي أنغوش، والشيشان هم شعب واحد، لكن يعني الروس حاولوا يعملوا بينهم شرق وقالوا أنتوا أنغوش وأنتوا شيشان، خاصة في الحرب 1994. لكن الفرق بينهم اللغة فقط. يعني كنا قبل شهر ونص أنا وزوجتي هناك، يعني هم شيشان وأنغوش واحد. فزوجتي من الزرقاء، مش موضوع حب بقدر ما احنا المجتمع الشيشاني في بنعرف بعض من حفلات الرقصة. في عندنا الاختلاط المقنن المحترم اللي بيشرفوا عليه الكبار. فزوجتي اعجبت فيها في احدى المناسبات وتقدمت لخطبتها وصار نصيب. مسيرة الباشا بينو كانت حافلة بالمواقف والحكايات المفرحة المبكية، وهي حبلى كذلك بالأسرار التي يفصح عن بعضها لأول مرة، فكان الحديث معه غنياً بالمعلومات التي واكبت مسيرته منذ أن كان طفلاً يحظى برعاية والده رئيس بلدية صوالح آنذاك. مروراً باهتماماته الرياضية ووصوله إلى بطولات في الكاراتيه وكرة القدم، وفوق هذا وذاك له ولع بالموسيقى الشيشانية والعربية القديمة، فيسمع لفريد الأطرش وأم كلثوم ويعشق آلة الأكورديون، كما يوفر وقتا لمداعبة أحفاده والحديث معهم. كل ذلك وأكثر نجده في أحد رجالات الوطن.